أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الحلقة رقم 32 من برنامج مدرس على الهواء. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون معنا النهاردة في الحلقة مستر نبيل بكير، واللي هيشرح لنا Chapter 8 and the last one في القصة المكررة على الصف الثالث الثانوي The Prisoner of Zenda. صباح الخير يا مستر. صباح الفل يا مستر، صباح الجمال. اتشرفنا كالعاده ومستنيين الاثاره والتشويق مع حضرتك في الشابتر ان شاء الله. الشابتر 8 تعتبر فاينل. اعزائي الطلاب صباح الفل على كل طلاب ثانويه عامه، صباح الفل على طلابي خاصه، صباح الفل على كل مدرسي اللغه الانجليزيه في جميع انحاء جمهوريه مصر العربيه. شابتر 8 النهارده يعتبر اطول شابتر، ان شاء الله هنحاول ننجزه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله، اتفضل يا مستر. قبل بس ما ابدا الحلقه، في بس تنويه، في كتاب ان شاء الله هيصدر قريبا في الاسواق، كتاب مدرس على هوا، كتاب معمول بخبرة السنين في جهابزة المدرسين اللغة الإنجليزية في مصر. كل واحد حط خبراته، كم هائل من التمارين، امتحانات. هو الإنجليش عايز إيه؟ براكتس، حل. 30% مذاكرة و70% حل. وده اللي عملوك في الكتاب ده، إن شاء الله هيصدر قريبا، لا غنى عنه. كده كده هنشتغل فيه مع طلبتنا، كده كده هنشتغل فيه بإذن الله. في كم هائل من التمارين، إن شاء الله لن يخرج منه الامتحان. إن شاء الله. بالتوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. بس ان شاء انت هنا ان شاء الله في الحلقه اللي فاتت مستر خالد الزميل المحترم نهى الشابتر على ان طبعا بوجود روبرت هنزاو كان داخل ات نايت ان داركنس، يا ترى داخل يعمل ايه؟ هنعرف النهارده. تمام. في الشابتر بقى، شابتر 8 اللي هناخده النهارده يعتبر فاينل. شابتر 8 بيتكلم طبعا راسن الموجود في الموت الخندق المائي، بيوصف لنا حالته وهو موجود في المايه. بوليت ووز كولد ويتنج ان ذا وورر اوف ذا موت. طبعا الجو كان برد جدا، وهو ويتنج في الورر اللي هي المايه بتاعت الموت. زين وين طبعا وين روبرت انزاو ديسابيرد انتو طبعا انتو ذا مانشن. I quickly climbed out. خرجت من المايه. It was very cold. تمام. And waited by the drawbridge next to by the drawbridge door next to the castle. ده قال لي where did Rasid wait. الاجابه by the drawbridge door next to the castle. بيقول دلوقتي only Degoté person and Richard were left so as to protect the real king. فالقال لي who were left to protect the real king، اللي جاب the three foreigners. تمام. who were they؟ Degoté Person and Teacher. كده كده عرفت ان لوين جرام وكرافتاين were killed in the forest. لا فاكرين الكلام ده، فاضل منهم روبرت انزا، وروبرت انزا لسه داخل حالا. تمام. لكن الثري فورنرز لسه موجودين. فبقول if only I had the key، يا سلام لو معايا المفتاح to the king's room، but I had to be patient، المفروض ابقى صبور. I had to wait، مضطر انتظر. في اليوم ده لو حد فاكر كان في المسج او الليتر اللي بعته لانتوانيت دوبان تو كراي اوت ات 2 كلوك ان ذا مورنينج، تصرخ الساعه 2 مثلا. وطبعا وين شي كرايز اوت ديوك ماكل ويل ابير ذن ديوك ماكل ويل بي كوت. ده الخطه كانت معموله كده. تمام. لكن اليوم ده كان ات واز ا فيري كوايت نايت، كانت ليله هاديه على عكس الليله السابقه كانت ويندي نايت لو فاكرين الكلام ده. سمثينج سترينج هابن، في شيء غريب حصل. سمع سم نويز، ضوضاء. ده كلام ده ات 1 كلوك ان ذا مورنينج، الساعه 1 بالليل. بص على الشباك، سمع صوت كراينج، صريخ. كانت وومن ذا فويس، ات واز انتوانيت دوبان بتقول هيلب مايكل، هيلب مي، ساعدني يا مايكل، ساعدني. ذيس از راسيند بيقول ذيس از وات اي هاد اسكد هير تو دو بت ات از ان اور ايرليير، قبل الميعاد بساعه. قبل الميعاد بساعه. ده قال لي do you think that Rassendyll was right to be surprised؟ Of course. Because it was supposed that Antoine Dupin would open would cry out from her room at 2 o'clock. تمام. But she cried an hour earlier. So he was right to be surprised. This is before طبعا his friend had reached. This is before Johan had time to open the front door to the mansion. وبالتالي راسل بيقول ان انا اي بولد ماي سورد اوت، سحب السورد بتاعه السيف بتاعه. والراجل ريدي طبعا تو وات مايت هابن. افتر ذات هي هيرد ذا فويس اجين هيلب مايكل ات از روبرت هنزاو.
فقال لي why was why do you think أنتوني دوبان cried out at one o'clock because she was being attacked, she was being chased. كانت بتهاجم باي باي روبرت ان ذا واي. هنعرف بعد شويه, هنعرف ان هو هي ونتد تو بانش هير. فهلب مايكل هلب مي راسم بيقول لنا طبعا اكيد ديوك مايكل ماست هاف هيرد هير, بالتاكيد سمعها. سمع صوت فوت ستيبس اقدام ديوك مايكل واند ذا سيرفنت ابيرد, ظهروا كلهم وحصل كان في لاود ارجيومنت, جدال عنيف بينهم الاثنين. وروبرت ان ذا بيقول له This woman has been writing letters. This woman, الست دي has been writing letters, بتكتب خطابات. بتكتب خطابات لرسندل. Secret letter to Rasendel. Rasendel. She needs to be punished. لازم تعاقب. تمام. يبقى قال لي why do you think Robert Nzau was chasing was chasing Antonio Duman? إجابة because he wanted to punish her. Why? Because he discovered that she had been writing secret letters to Rasendel. تمام. الشهامة خد ديوك مايكل. قال له she is my guest. It's you. Who need to be punished. دي ضيفة عندي, انت اللي محتاج تعاقب. فجأة طبعا سمعوا صوت السوردس, السيوف ارتفعت. ديوك مايكل اند هيز مان اند هيز سيرفنت وير فايتنج. كانوا بيقتلوا طبعا مع مين؟ مع روبرت هنزاو. راسندل فجأة شاف منظر غريب جدا جدا, لقى ان روبرت هنزاو فيس تو فيس مع يوهان. تعرفين يوهان was asked to open the front door to the mansion at 2 o'clock. وبقول له this is for you يوهان, السيف ده ليك يوهان, striking his sword towards him. تمام. I know that you are Rasendel spy. انا عارف ان انت الجاسوس بتاع راسندل. يبقى قال لي why do you think, ليه بتعتقد ان روبرت انزا wanted to punish يوهان؟ Because he discovered that he was Rasendel spy. مظبوط. قال لي طب how do you think, ازاي تعتقد ان روبرت انزا knew that يوهان was Rasendel spy? How do you know? How do you know, Mister? We are listening to you. Ah, ماشي. How do you know? أنا أقول لك how do you know. Perhaps he had someone follow him to where he was going. Or perhaps he saw him going to the البيت الريفي. رايح البيت الريفي. تمام. يعني ده الحاجات دي أصلاً مش واضحة في القصة. ده اكتئاب لنا إحنا. تمام. Perhaps he had someone follow him to where he was going. Or perhaps he saw him going to Tarnheim, so he suspected that he was Rasendel's spy. تمام. قال لي how do you know? How do you think? Rasendel ضرب أخماس في أسداس. What had happened? What if Johan had been hurt? Who could open the front door to the mansion? Do you think that Rasendel was right to be worried about Johan? Of course, طبعا عشان it was supposed that he was the one who would open the front door to the mansion. If he were killed, nobody else would be able to open the front door. وبالتالي the game would be over. مش هيلحقوا الملك. فطبعا يعتبر طبعا do you think that Rasendel has right to be worried about Johan? Of course. طبعا. He was the one who was asked to open the door. Who was supposed to open the front door to the mansion. If he were killed, the plan wouldn't be carried out successfully. مش هتنفذ الحلقة. الخطة. وبالتالي لما حصل صوت بعدها حصل صوت السورد ارتفع جدا جدا جدا, وراسندل سمع الاوت كراي. بس راسندل واز شور, راسندل واز شور ذات يوهان, سوري ذات روبرت انزا وود بي كود ازلي بيكوز ديوك مايكل اند هيز مان وير تو ماني بس هي واز اونلي وان. لكن حصل العكس, حصل لاوت كراي, صرخه مدويه. وبالتالي بعد الصرخه المدويه اللي هنعرفه بعد شويه صرخه مين دي, روبرت انزاو كلايمبد اوت اوف ذا ويندو, جامبد قفز الى الشباك البريدج, دو بريدج. دو بريدج كان اصلا بعدها بقى داون, ما كان اب قبل كده داون. والراجل نزل من على درو بريدج الى الموت الخندق المائي. تمام. امينت ليتر بعديه بدقيقه بالظبط دي جوتي ابيرد, ظهر دي جوتي. راسندل استراك هيم وذ السورد, ارضاه قتيلا بالسيف بتاعه. وسيرشد هيز كلوز, فتش ملابسه اند فاوند 3 كيس. فديس اولمو ده ثلاث مفاتيح. لو قلنا واي دو سينك راسندل didn't kill ديجوتي وذ هيز جان, ما قتلوش بالايه, ما قتلوش بالمسدس. فور تو ريزونز. اولا راسندل هاد ليفت, ترك هيز جان and some trees زي ما مستر خالد قبل كده. تمام. تاني حاجه even
if he had had حتى لو هو معاه the gun I don't think that he would have ينزل بيه في الميه ازاي مثلا ممكن لا هو ساب المسدس in some trees لكن هو نزل الميه من غيره تمام فاحنا بنقول هنا ليه ما قتلوش المسدس ما هو كده كده he had left the gun ساب المسدس بتاعه in some trees ده حاجه even if he had had حتى لو معاه the gun I don't think he would have used it this would make noise this would attract people's attention تمام وبالتالي راسنت يعتبر was right to kill him with the sword قتل السورد بتاعه تمام. طب why do you think ليه بتعتقد اصلا ان دي جوتي came out of the castle to his death ليه خرج لموته perhaps to see what was happening بعد مطاردة روبرت تمام بعد مطاردة روبرت to see what was happening طيب do you think that Rational got a great benefit from killing Digote? Of course. Because he got the keys. اللي هي would enable Rational to open the king's room so as to set him free. تمام. وبالتالي Rational خد المفاتيح. انتوا عارفين كان في two rooms. The first room had no windows. فاكرين الكلام ده؟ The first room كانت was dark. It was only lit by only one candle. شمعة واحدة اللي تمام وراها second room where the king was kept chained. زي ما مستر خالد شرح في الحلقه اللي فاتت مكبل بالسلاسل تمام راسندل طبعا اوبن فتح الـ 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 الباب لقى فيه طبعا الغرفه الموجوده جوه كانت دارك كانت سو كولد ليت مضاء عن طريق اونلي وان كاندل وراها السكند روم وير ذا كينج واز كيبت تشيند الكينج طبعا مكبل بالسلاسل بالسلاسل تمام فجاه سمع فويسز اصوات جوه كان جوه ديتشارد ومعاه بيرسونن وفجاه الباب اتفتح بتاع السكند روم وديتشارد بيقول ديتشارد بيتكلم بيرسون بيقول له وي ماستنت كيل هيم يت هيم دي عاد على الملك ممنوع نقتله دلوقتي تمام ذس ويل كوز هيسبب لنا ترابل هيعمل لنا مشاكل هتعملها معانا مشاكل ليه يعمل مشاكل هو ديدنت نو هو اصلا ما يعرفش ذات سكند روم واز اندر كنترول اف هي نيو ذات ذا سكند روم واز اندر كنترول هي وود كيل ذا كينج ات وانس وبالتالي يعتبر كينج واز فورشنت محظوظ هو قال لك لو قتلنا الكينج ديوك مايكل بتاع ذا ريسيدنت وود بيكام كينج فور ايفر ما اعرفش هو اصلا الخطه بتقول اف ذا فيرست روم واز اباوت تو بي تيكن واز اندر كنترول لو حد اقتحمها اقتلوا الملك وود موف اند كيل ذا كينج هو دلوقتي ما اعرفش ان ريسيدنت موجود بره وبتقلب بيقول له احنا وي ماستنت كيل هيم يت ده هيسبب لنا ترابل وبالتالي الباب اتفتح وخارج بيرسونال ريسيدنت استخبى له ورا الباب ريسيدنت استراك هيم وذ سورد ارضاه قتيلا في الفيرست روم ولا في السكند روم؟ السكند روم لا هو خارج من السكند روم تمام يبقى واز كيلد في الفيرست روم كان مستنيه ورا تمام ودي جوتي واز كيلد على درو بريدج بره على درو بريدج وفي طبعا خمسه موتى موجودين في الفورست لو فاكرين ثلاثه من راسندل زمان ودي وبتاع ده ولون جرام وكراف ستايل تمام يبقى في عندنا قتيل موجود على درو بريدج اللي هو دي جوتي وفي قتيل موجود في السكند في الفيرست روم اللي هو مين؟ بيرسونال وبالتالي فيلينج دينجر لما حس بالخطر ديتشارد كلوزد قفل الدور بتاع السكند روم راسن قرا فتحه على الكينج الملك كان الكينج خطه بتقول اف ذا فيرست روم واز اباوت تو بي تيكن اف ذا روم واز اندر كنترول ديتشارد وود موف اند كيل ذا كينج لو اقتحموا الاوضه الاولانيه فقال لي دو ثينك ذات راسن واز رايت تو بي شور ذات ذا كينج واز ان دينجر اوف كورس هي واز سو رايت تو ثينك ذات ذا كينج واز ان دينجر Because the plan said if the first room was about to be taken was under control, Richard would move and kill the king. تمام. وبالتالي قفل الباب. لكن king was fortunate كان محظوظ جدا جدا. كان محظوظ. لما قفل الباب راسل طبعا يوز استعمل الكيل معاه المفتاح وفتح الباب. دخل لقى ذا دكتور فاكرين الدكتور؟ ذا دكتور was holding Richard. He was trying to prevent him بيحاول يمنعه from killing the king. بيمنعه انه يقتل الملك. تمام. But the doctor was so weak. كان ضعيف. So strong. Teacher was so strong. تمام. Was stronger than the doctor. He broke himself free. حرر نفسه منه. والدكتور fell on the fall on the floor وقع على الارضيه وبالتالي بقى easy target فريق سهله وبالتالي Teacher تمكن انه يقتله. Killed. The doctor. Do you think that the doctor was a good character? Of course. Why? He was trying to prevent Dietcher from killing the king. If you were the doctor, would you do the same?
اوف كورس. ذا دكتور ذا كينج والسو ال اند ويك هي نيدز هيلب. مظبوط. وبالتالي طب لو انا الطبيب فهعمل كده. آه يبقى الدكتور طبعا وسكيلد هو ترينج تو بريفنت ديتشارد فروم كيلينج ذا كينج. ذا كينج. وبالتالي طبعا بعد اللي هو ديتشارد ترند ولقى راسندر قدامه وقال له اطلست اخيرا تعالى لي يا حبيبي بقى. تعال عليك الدور. تعال عليك الدور تعالى. طبعا راسندر يعتبر was so fortunate محظوظ جدا. كان محظوظ. Why؟ If ديتشارد had had a gun لو كان you'd have killed راسندر at once. لو كان مع بند كمان يعتبر ديتشارد was fortunate. كان If راسندر hadn't left his gun in some trees لو ما كانش ساب البنديه بتاعته بره او الطبقه بتاعته بره killed him at once and would have prevented him from killing the doctor. فالاسئله دي مهمه جدا جدا. تمام. راسندل بيعترف الاعتراف بالحق فضيله بيقول ان طبعا ديتشارد واز ا ماتش بيتر سوردس مان ذان مي. ده مش بيتر كان مبارز جاي اكتر مني. ده ده واز ماتش بيتر يعني مش مش اكتر ده اكتر بكتير. تمام. وكمان هي نيو اول تريكس عارف كل الحيل. الاثنين دي بيجام فايتنج ما كانش فيه تكافؤ. ديتشارد مانج تو كات راسندلز ار جاب دراع راسندل بالسيف. وبالتالي فجأة الكينج بتاعنا اللي هو النايف كينج الملك الساذج هيعمل حاجة حلوة في حياته مرة. الكينج قال ماي كازن ابن عمي أخيرا فاطنا أن راسند الموجود في جوه في البتاع الزنزانة. الكينج وذ تشيند الكينج وود سيف راسندز لايف. بعد ما جرح ومدرعه كان خلاص ديتشارد واز اباوت تو جيت ريد اوف يخلص من راسندل. لكن الكينج كان فيه تشير عشان تعرف بس ان التيبل الترابيزات والتشيرز الكراسي عملت دور مهم رول ان ذيس ستوري. التيبل يا بريفنتد راسندل قبل كده فروم بين كيلد الايرون تيبل يعني هنا التشير الكينج مسكه من الليجز بتاعته وساعتها ديتشارد ساعتها راسند قال له بوش هارد بوش اجينست هيز ديجز اديله يا كينج اديله في سيكانو في رجله. ده راسند بيقول للكينج الكينج بكل قوته بوش ذا تشير من الليجز بتاعته استراك ضربت في الليجز بتاع ديتشارد ميد هيم فيري انجري خلاته غضبان جدا جدا ترند ساب راسندل يترنح واستراك ذا كينج وذ السورد غز الكينج بالسيف بتاعه. الكينج اتكوم على جنب. تمام. يبقى هو انجرد انسايد ذا سكند روم ذا كينج ذا كينج لسه هنعرف كينج فعلا اصيب اند اند مين اند راسندل. طب هو كيلد ذا دكتور في السكند روم ذا دكتور ولسه هنعرف مين اتقتل الثاني. غزوا بالسيف لكن طبعا هي لوست هيز بالانس فقد توازنه من الضربه فيل سقط على البادي بتاع الدكتور بقيز تارجت بس الدكتور هيم وذ السورد خلص عليه وتمكن منه راسندل تمكن منه راسندل وقتله. يبقى هو كيلد في السكند روم ذا ديتشارد اند ذا دكتور هو كيلد ديتشارد هو كيلد ديتشارد راسندل راسندل هو كيلد ذا دكتور ديتشارد ديتشارد هو انجرد ذا كينج اند راسندل 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 طبعا كان خايف ان الكينج طبعا يكون ميت هيز اند لقي حتفه لكن راجل بسبعة روح ما شاء الله لقى موند بي ان او اي تعبان بموت شافه فجاه لقى ستيل الايف الكينج طبعا راسندل فرح جدا على قيد الحياه فجاه راسندل سمع صوت بره واحد بيقول كامون مايكل انزل يا مايكل لو راجل انزل لي ليتس فايت تعالى يا راجل ده الراجل حاربني. تمام. ده طبعا هو اصلا اللي هو بتاع روبرت تنزا اصلا كان استراك مايكل وذ السورد بس ما اعرفش اذا كان هو بقى ديد اور نوت. هو عايزه بسيف جاي تاني اتاكد بقول له كام مايكل تعالى يا مايكل ليتس فايت انزلي يا مايكل تعالى نحارب بعض انزلي. فراتندل بص من الباب فوق لقى موجود على ان ذا ميدل اوف ذا دروبريدج ودرويج كان طبعا خلاص داون موجود في منتصف الكوبري راسندل تور قطع بيس اوف هيز شيرت قطعه قماشه كمان الشيرت بتاعه عشان يعملها باندج على دراعه يربط الجرح بتاعه يظبط الجرح بتاعه وبص من فوق لقى فعلا الفرنت دور بتاع المانيشن في نويز جامده جدا جدا لقى فيه السيرفنت بتاع ديوك مايكل لوكد فرايتند خايفين واي بيكوز ذا ليدر ووز كيلد. تمام. As you were surprised, you were frightened, مرعوبين, مفاجئين, ولقى ان لسه بتاع ده يوهان was still alive. Rasendel was pleased ان لسه يوهان was still alive, مازال على قيد الحياه.
فجاه انطوانيت دومان ردت على اللي هو روبرت على روبرت هينز قالت له ذا ديوك از ديد يو هاف كيلد هام مايكل مات مايكل مات خلاص انت اوريدي يو هاف اوريدي كيلد هام قال لها ديد ذات از فيري جود مات ربنا يكحمه بالف سلامه معنى كده ان الصرخه دي كانت من يعني مايكل قال لي ومش قال لي بقى طبعا من يوهان هو طبعا هو جيف لاوت كراي الاجابه ديوك مايكل ديوك مايكل واي بيكوز هي واز كيلد باي وان اوف هيز مان لو مين روبرت هينزاو دو يو ثينك ذات مايكل ايماجين ذات وان اوف هيز مان وود كيل هيم اي دونت ثينك سو بيكوز هي وير ذا موست لويال تو ذا ديوك نوت ذا كينج كمان دي وير ريدي تو دو وات ايفر مايكل اسك ذيم تو دو فهو لو قال لي تخيل هو ما تخيلش في حياته معنى الكلام ده ان روبرت تنزاهو زمان وذ نو برنسبلز ما عندوش مبادئ الراجل ما عندوش مبادئ الراجل wanted to do everything عايز يعمل كل شيء to get what he wanted he worked for himself عشان لو قال لي ايه رايك في البني ادم ده الراجل ده بيشتغل لنفسه بس a man with no principle a bloody man الراجل ده he killed his master قتل سيده اللي هو ديوك مايكل مظبوط so as to get a reward الريورد المقصود بها مكافأة مكافأة to become the duke of استريلسو و to take duke Michael's fortune عشان لو قال لي ايه الريورد دي ايه المكافأة دي عايز ياخد منصبه المهم you have killed them قال لها dead that is very good then I am your leader now يبقى انا الليدر بتاعكم put your weapon down نزلوا اسلحة بتاعكم and do as I say Do as I say, اعملوا اللي هتقوله. اعمل اللي انا هقول لكم عليه. اللي هقول لكم عليه. But instead of putting their weapon down بدل ما ينزلوا الاسلحه بتاعتهم بالعكس they allowed سمحوا لانطوانيت دومان تخرج من خلف. pointed her gun صوب البندقيه بتاعتها at روبرت. روبرت انزاو. هو شاف البندقيه من هنا الراجل لف بسرعه ونزل مع دروب ريدج الى مود الخندق المائي and started to swim. فقال لي do you think that انطوانيت دومان really wanted to kill روبرت انزاو كنا خدنا قبل كده هنقول I don't think so or I don't think so because she doesn't like people to see, she doesn't like to see people being killed لو فاكرين الكلام ده she is not a bloody woman تمام she hates blood بتكره الدم لو فاكرين الكلام ده طب why did she do so he tried to kill her تمام وحاول يقتلها تمام ساعة ما صرخت كمان why did she do so because Duke Michael because he killed Duke Michael Duke Michael protected her from him بعترض له جميل مظبوط لكن ما اعتقدش هي كانت عايزه تضرب عليه النار لان اصلا she doesn't like to see people being killed لكن هو فعلا forced him to jump into طبعا زموت تمام راسندل فجاه سمع صوت نويز جامده جدا جدا لان ان الكين الثاب بتاع ديزمان قريب لصوصته من الاذر سايد بتاعته وصلت تمام فاطمن ان الكينج لو موجود اكيد حد يقدر ينقذه تمام فالتالي decided to jump طبعا قفز وراه وستارتد تو تشيس يطارد مين روبرت انزاو ذي سوام افتر ايتش اذر بس راسندل طبعا ووز سلوور ذان كان ابطا من عشان في جرح في ايده تمام كان ابطا من روبرت انزاو بيكوز هاد ان انجري عنده اصابه ان هيز ارم الثاني ران والثاني ابتدى سوام والثاني سوام افتر هيم فصاد اللي فجاه طبعا روبرت انزاو فاوند اروب لقى الحبل اللي هو كان نازل عليه راسندل هي واز بليزد and surprised please ده قال لي ليه please عشان ده enable him to يسهل في ان هو يهرب يعني surprised عشان he had no idea about Rassendel's plan كانش عنده خلفيه بالخطه بتاعه خطه راسندل ايه اللي جاب الحبل ده هنا قال لي ليه هو surprised وليه pleased تمام استعمل الحبل وطلع بره راسندل وراه برضه استعمل نفس الحبل وراه they ran after each other in the forest they ran after each other further and further صادي اللي فجأة راسندل سمع another loud cry صرخة تانية مدوية اكتشف بعدها ان كان في young boy صبي was riding horse راكب حصان was going shopping راح يعمل shopping روبرت انزاو was trying to pull him down بيحاول يجذبه ينزله من الحصان so as to take عشان ياخد الحصان يهرب بيه your horse طب why do you think ليه تعتقد ان روبرت انزاو was trying to take the horse عشان in order to escape هنقول طبعا طالب عادي هيقول to escape لكن في اجابه ثانيه احسن to take the advantage of fighting Rassendel on horseback انا ما اكون في مكان اعلى تمام
هبقى سهل قوي يبقى راسل ايزي تارجت. لو قال لي واي دو سينك مظبوط، لو قال لي دو سينك ذات، طبعا الولد لازقه، الولد ده مش قادر يتصرف، بس الحصان يسيب هي تراي تو جيف هيم ماني، طب خد يا بابا فلوس وليف يور هورس. الولد تمسك لكن هو خد الحصان منه باي فورس. دو يو سينك ذات، هل تعتقد ان روبرت انزاو واز ان اونورابل تيف، حرامي شريف عشان اداله فلوس؟ ايوه 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 اي ثينك ذات هي واز ان اونورابل تيف، هي واز تراينج تو جيت ذا هورس ان ريتيرن فور مقابل سم اوف ماني، مبلغ من المال. تمام، يبقى حرامي شريف يعني شخص حصان مجانا يعني. ايوه ازاي؟ فانا ليه اونورابل تيف؟ المهم الولد قاعد هيعيط على الحصان بتاعه، خد الحصان بتاعه وهيبدا وراسندر قال له راسندر كنت كاتش ابو زيم حصله، قال له ستوب اقف. تمام، فرد عليه روبرت انزاغي قال له وات دي دو ات ذا كاسل، ايه اللي عملته في القلعه؟ ايه اللي عملته في القلعه لما شاف الروب؟ اها، وات دي دو ات ذا كاسل؟ قال له بص يا حبيبي قلبي اي ميت شور اتاكدت خلاص ذات يو وير ذا لاست اوف ذا سكس سبيشال، انت اخر واحد انت في اخر واحد في السته، انت الون حش هيساعدك يا حبيبي. قال له دو يو مين ذات يو جوت انسايد ذا كينجز روم؟ هل معنى الكلام ده دخلت غرفه الكينج نفسه؟ قال له اي ديد. اه يا حبيبي دخلت. قال له طب وات هاز هابند تو ذا كينج؟ ايه اللي حصل للكينج؟ ده روبرت يقول له كده. قال له هي از انجرد بس هيز ستيل الايف، هو مصاب متعور بس لسه على قيد الحياه. قال له طب واي ديدنت يو كاري اوت اور بلان؟ ليه ما نفذش خطه بتاعتها؟ وات واز روبرتس بلان؟ سؤال مهم جدا كان في شابتر 7. الخطه ان روبرت زود الاو راسن تو اتاك ذا كاسل اوف زندا بروفايدد ذات ذا كينج اند ذا مايكل يتقتلوا ومايكل يتقتلوا وفريدز وساب ماست اول داي اداي ذس وود ليف تو بيرسونز الايف. تمام، راسن وود بيكام ذا كينج اوف ريفر وروبرت زود تيك اريورد. اريورد قلنا عليه انا عايز وانتد تو بيكام ذا ديوك اوف ستريلز مكان مايكل، كمان تو تيك ديوك مايكل ذا فورشن، ياخد الثروه بتاعته. تمام، قالوا وي كود هاف وركد ويل توجذر. عارفين التعبير يا جماعه، كود هاف وركد ويل توجذر يعني كان عنده الابيليتي تو دو سمثينج بس ديدنت، يعني كان عندنا القدره نشتغل مع بعض كويس. قال له بقول لك ايه، جيت اوف يور هورس اند فات كمان، ما تنزل مع الحصان بتاعك وحاربني ده الرجاله. مش انت راجل؟ انزل حاربني يا حبيبي. تمام، ديوك مايكل عنده الادفانتج، هو اون هورس باك راسندل تحت زي بيجام فايتنج، لكن راسندل اوعى تنسوا ان هو كان استرون سورد سمان، راسندل مانج تو كات الاول. طبعا الولد اللي هو روبرت انزاو مانج تو بوش راسندل وذ سورد، يعني زقه بالسيف بتاعه الاول بيهوش كده زقه بالسيف، لكن راسندل مانج تو كات روبرت تشيك. تخيل بقى جاب له خده يعني عمل له مشله في وشه علامه. ده خلى الراجل فيري انجري، ده اراوز ذيس فيلينج، اثار مشاعره ووز اباوت تو كيل راسندل، لكن راسندل كان سو فورشنيت محظوظ جدا سو لاكي، زي ما اللي انقذه من موت الدكتور في السكند روم، هي واز سيفد فروم سيرتن ديث ذا ابييرنس اوف فريدز ظهر فريدز ورافع الجن بتاعه. ساعتها روبرت انزاو was sure that he wouldn't be able مش هيبقى قادر to fight Bosman. Besides Fred had a gun he could kill from a distance. طبعا ممكن يقتل من عن بعد. لو قال لي if you were لو انت كنت روبرت انزاو would you escape؟ Of course. Because طبعا he realized that he wouldn't be able to fight Bosman. Besides علاوة على ذلك طبعا فريدز كان معاه جن. طبعا هذا جن he could kill him from a distance. وبتلف بالحصان بتاعه and escaped. Where? يبقى the appearance of Fred escaped Rassendel from certain death. Do you agree? I agree. Why? كذا كذا. دعنا قلنا من شوية. تمام. Rassendel قال لفريد go after him. Go after him. اجري وراه. لكن أصلاً فريد wasn't looking at ما كانش بيبص على روبرت انزاو. He was looking at Rassendel. قال you don't look well. You don't look well. Sir. انت بالشبد ومش بصحة كده يا سيدي. بعدها كده بدقيقة الراجل Rassendel لف ووقع على الأرض. وأغمى عليه. هو أغمغم عليه بيقول لفريدز إز ذا كينج سيف؟ الملك كويس؟ هو كينج بخير؟ قال له ثانكس تو يو هي إز بفضلك أنت هو سيف. تمام بس ليت مي هيلب يو، دعني أساعدك، أنت مش في حالة كويسة. كل ده مش واخدين بالهم
ان اليانج بوي هوز هورس واز تيكن باي فورس قاعد. ان الواد الصغير اللي الحصان بتاعه اتاخد قاعد وسامع الحديث ده كله. ايوه اول ما سمع الراسند بيقول له از ذا كينج سيف، فقال لك ايه ده، امال ده مين؟ لما از ذا كينج سيف فراح رد الواد قرب بينهم والايز بتاعته بقت وايد قوي واسعه مبرق، بيقول لهم ازنت ذات ذا كينج، هو ده مش الكينج، هو ده مش الملك، أيه. ناقصك انت يا حبيب قلب والديك. أيه. ففريد فور اجنور ده نفض له ما ردش عليه طبعا. تمام. راسن بعد كام اورز كده، كام ساعه كده، حالته اتحسنت شويه. وقعد هو وفريد. الجزء ده انا هقوله بسرعه شويه، لان الجزء ده يعتبر فلاش باك. فلاش باك راسن اللي بيقول لنا قعد مع فريد وعرف من فريد وعرف من انطوانيت دوبان الاحداث اللي حصلت ذات نايت والاحداث اللي ادت بعد كده الى جميع الاحداث. بيقول افيو مانثس ايرليير، منذ شهور مضت يعني، ديوك مايكل مات قبل انطوانيت دوبان طبعا ان باريس، انفيتد هير تو اتند ذا كوريشن، شي اكسبتد هيز، قبلت الانفيتيشن بتاعته، شي ريسبكتد هيم، شي ريسبكتد هيز ديزاير، احترمت رغبته واتند ذا كوريشن وحضرت الكورنيشن. حضرت الكورنيشن. But after that her servant، الخدم بتوعها نيو، عرفوا من ديوك مايكل سيرفنت، الخدم بتوع مايكل، طبعا خدم مايكل، ان ديوك مايكل عنده باد انتنشن، عنده ايفل انتنشن، عنده امبيشن طموح، هي وانت تو بيكام ذا كينج، عايز يبقى كينج اللي جاي. وبالتالي مكتشف الموضوع ده، شي سنت، بعتت الليتر تو راسندل، شي تو ميت هير ات ذا سمر هاوس، شي تولد ذيم ايفريثينج اباوت ديوك مايكلز بلان. وبالتالي تعتبر فعلا انطوانيت دوبان لعبت فايتال رول ان سيفنج ذا كينجز لايف وسيفنج راسندز لايف. شي تولد ذيم ايفريثينج. وين ديوك مايكل نيو ذات شي هاد هيلبد راسند ات سمر هاوس، هي بريتندد، ادعى ان هو هو از جوينج تو انفايت هير، هيدعوها هي والسيرفنت بتاعها على الكاسل اوف زندا. ودعاهم، لكن هو كانش دعاهم اصلا، هو جايبهم عشان سو از تو امبريزون اريست ذيم، سو از تو بوت ذيم امبريزون، سو از دونت تيل اني اذر وان اني ثينج اباوت مايكل ديبلان، وحبسهم عنده. لاحظوا الوحش حبسه الانطوانيت دوبان كان ذو جريت بينفيت، ذو افاده عظيمه للراسندل، شي بلايد ذا رول اوف ذا ميدل وومن، لعبت دور المراه الوسيط. أيوه. عن طريقها هي تكتب ليترز وتديها ليوهان ويوصلها لراسندل، وهو يوصلها الى راسندل. معنى الكلام ده فعلا انطوانيت دوبان لعبت دور حيوي، طبعا لعبت دور حيوي جدا جدا جدا. بيقول راسندل، بيقول لنا يا جماعه، بيحكي لنا من عن طريق فلاش باك، بيقول لنا الحظ الاسود بتاع روبرت انزاو انه اختار نفس الليله اللي انا جاي بعمل فيها خطه على ذا كاسل اوف زندا. الراجل ووز مستيكن، ووز مستيكن يعني كان غلطان. هي سوت ذات ان انا اي ونت تو بيكام ذا كينج فور ايفر، اعتقد ان انا عايز ابقى كينج للابد. ايوه. بات هي ووز مستيكن، كان مخطئ. هي سوت ذات باي كيلينج، اعتقد عن طريق قتله ديوك مايكل، راسندل طبعا would become the king forever and would give him a reward. He was mistaken. Recently طبعا did so فعل الكلام ده for the sake عشان خاطر روريتانيا ده فقط عشان يساعد الكينج، لكن هو مش عملش الكلام ده. Recently اصلا was a man of principle، الراجل ذو مبادئ. He didn't want to become the king forever. الراجل عارف it was not your right to take something that belonged to you، يعني مش بحاجة تاخد حاجه مش بتاعتك غيرك. لكن هو كان مستيك ده، لو قال لي تعتقد ان فعلا روبرت ده كان مستيك او كان مستيك، هي سود ذات راسند تو بيكام ذا كينج فور ايفر، لكن هو لا كانش عايز يبقى كينج فور ايفر وعامل الكلام ده عشان خاطر روتانيا. بيقول لنا كمان ان الولد يوهان didn't open، ما فتحش الفرونت دور اوف ذا مانشن بيكوز هو از بيزي، كان مشغول. ديوك مايكل was his fighting مع في قتاله مع مين؟ مع روبرت هنزل. ده قال لي هو دو سينك اللي تعتقد ان اصلا اللي هو بتاع ده يوهان didn't open the front door to the mansion because he was busy، كان مشغول طبعا helping مايكل، خصوصا ان الاحداث تمت قبلها بساعه، تمت قبلها. تمام تمام. فهو بيقرب، بيقول لنا كمان ان اللاوت كراي دي اللي اطلق الصرخه المدويه دي كانت صرخه ديوك مايكل. يبقى احنا عرفنا كده ان روبرت تنزاو هو اللي كلد ديوك مايكل. كوز اجريدي مان، هي واز امان ويز نو برنس، راجل ما عندوش مبادئ، باد كاركتر. هي ويل ريدي تو دو، مستعد انه يعمل اي حاجه تو جيت وات يو وانتس عشان يحصل على ما يريد. ده راجل ما عندوش مبادئ اساسا. وبالتالي بيقول لنا كمان، هو بيقول لنا الرسم يا جماعه بيحكي لنا عن طريق فلاش باك ان في جات له اخبار ان خلاص ان الكينج واز جيتنج بيتر اند بيتر، هي واز بينج لوكد افتر، بيعتنى بيه عن طريق مين؟ انطوانيت دوموبان، لعب دور النيرس يعني. تاني حاجه كمان بيقول لنا ان سابت
فاون لقى ان الكينج ووز ستيل الايف، كارت ذا كينج ووز هيز فيس كفرد ووشه مضغط عشان هي ديدنت وونت، مش عايز طبعا ان السيرفنت تو نو ذات ذا بريزنر ووز ذا كينج، ان السجين كان هو الملك. محبوس جوه صديق الكينج لو فاكرين، الراجل الانجليزي لو فاكرين الكلام ده. ده لو قال لي ليه كان الوش بتاعه كانت كفرد، قالوه من الاولد كاسل الى المانيشن، يعني هو موجود حاليا في المانيشن. بيقول كمان ان ناس خلاص بليفد ذا ستوري، صدقوا القصه. ايه القصه؟ ان خلاص الكينج بتاعهم اتشنجد، اتغير، الكينج بتاعهم بقى بريف، الكينج بتاعهم كان بيقاتل عشان ينقذ، ايوه عشان ست صديقه الانجليزي انجلش فريند فري. بيقولوا ان الانجلش فريند ده نيو ايفريثينج اباوت مايكل زيبلان، وبالتالي دوك مايكل سجنه، ترابد هم، حبسه. سو از دوت تو تيل اني وان اني ثينج اباوت هيز بلان، وبالتالي ديوك مايكل وانت تو كيل ذا كينج، حصل مشاده بينهم وبالتالي ديوك مايكل واز كيلد. يعني في نظر بلاد دلوقتي الكينج واز سو بريف، الكينج تشينجد، الايمج بتاعته امبروفد، اتحسنت. كمان طلبوا اللي هو طلبوا من انتوانيت دو موبان ويوهان تو جارد ذا كينج السيكريت، يحتفظ بالسر بتاع الكينج، ما يقولوش حاجه لحد عشان ما حدش يعرف الموضوع ده. في الشابتر دوت وسط اخبار تارنهايم ان الكينج ووز انجرد، وبالتالي اصلا طلبوا من 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 انتو من من, من برنس فلافيا تو ويت، تنتظر بيكوز شي لاف ذا كينج، شي كيرد اباوت هيم، شي كودنت ويت، ما قدرتش تنتظر، قررت ان يطلع. فعايز تعرف ايه اللي حصل بالظبط. فامرت مارشال ستراكنج اللي هو كان طبعا ووز جاردنج هيل بيحرسها لو فاكرين، كان في تارنهايم، وراحوا الى هناك وهم وصلوا عند المكان بالظبط، الولد الصبي اللي هو هوز هورس ووز تيكن باي هورس باي فورس سوري قاعد. وقال لها برنسس، قالت له ايوه، قال لها ذا كينج از هير. هو طبعا لما رسم وفريد شاف العربيه بتاعت الملكيه جايه، هيد استخبوا بيهايند ا تري ورا شجره. الولد قال لها برنسس، قالت له ايوه، قال لها ذا كينج از هير، ذا كينج از بايند ذات تري، الكينج ورا الشجره دي. راح مارشال ستراكنج ليند اوت، اتكى بوشه كده مبص من العربيه، قال له وات يو سي از نونسنس، بتقول ده يا ابني كلام فارغ. ذا كينج از هارت، الكينج مصاب في ذا كاسل اوف زندل يا بيهايند اس. قال له نو ريلي، نو ريلي، نوت ريلي، مش حق، مش مظبوط الكلام ده، هي فوت ا مان هو توك ماي هورس. الواد محروق جدا، ده كان بيحارب راجل خد الحصان بتاعي. فجاه سبت وصل، سبت كان خلاص نقل الكينج من الاولد كاسل الى المانيشن، وجاي بقى مبتسم كده وفرحان. ف مارشال قال له بقول لك يا كاسل يا سبت، قال له ايوه، كينج فين؟ ذيس يانج بوي، الولد الصغير ده بيقول ان الكينج ورا الشجرة. سبت سمايل، قال له طبعا الكينج از انسايد ذا كاسل اوف زندا بيهايند مي، الكينج في قلعه زندا اللي ورايا. دو يو ثينك ذات سبت واز لاير؟ كذب؟ اوف كورس لا، اي دونت ثينك سو. ما هو هو هو, هو فعلا الكينج موجود. المارشال ده يقصد ذا ريال كينج، تمام؟ يبقى هي از نوت لاير. الراسندر از نوت ذا ريال كينج، تمام؟ يبقى هو مش كذاب، صح صح مظبوط، تمام. يبقى ريال كينج اصلا موجود هناك، موجود الكينج موجود في قلعه زي وبيضحك. ايوه. قال له طب بقول لك ايه؟ راح الواد قال له ايه؟ If you don't believe me come and see. ده الواد الصغير اللي بيقول لك ده انت لازقه بجد. If you don't believe me come and see. مش مصدقني تعالوا وشوفوا. تمام. الابتسامه اللي كانت على وش ثابت دي سبيل اختفت. اختفت. قال له يخرب بيتك اي ويل جو، هروح. اسكت بقى اتخرس. راحت فلافيا قالت له كلمة ثابت، قال لها ايوه، قالت له ليت مي كم. اسمح لي قال شوف الادب. برنسس بتقول ليت مي كم. دي تعلم يا جماعه الادب من الناس دي. برنس تقول ليت مي كم. مش انا جاي، انا مش هي راشقه. ليت مي كم. ناخد دروس يا جماعه، ناخد بوره زي القصه كده. ليت مي كم. بص لها كده وفكر. ولا يو كان كام الون، كام الون. تعال وحدك. دو يو ثينك ذات ثابت واز رايت؟ تو اسك هير تو جو الون؟ بدون المارشال؟ تمام. الله عليك يا مستر، والله العظيم طبعا. هي واز سو رايت. هي ديدنت وونت مارشال ستراكل تو اني ثينج اباوت ذير بلان. ده اللي قال لي ليه؟ ده اثبت لي كان كوشس قوي. راحت سبت والبرنسس راحوا ورا الشجره، المعلم بتاعنا راسندل ووز بوتينج حاطط هيز هاندز اوفر هيز فيس، مغطي وشه، مغطي وشه. المعلم الثاني فريدز ووز بوتينج هيز هاند اوفر هيز شولدر، حط ايده على كتفه مكان الاصابه. راح بص له كده، اتس يو، ده انت. ار يو هارت تتعور؟ راسندل سيد ناثينج، ما ردش. ما ردش.
بصت لسبت، سبت سيد ناثينج. قالت لهم وات از ذيس جيم يو ار بلاينج، وات از ذيس جيم يو ار بلاينج، ايه اللعبه بتلعبوا عليا؟ راح رد سبت قال لها ذيس از نوت ذا كينج، ده مش الملك. قالت له وات دو يو مين ات از نوت ذا كينج، ازاي تقصد ايه ان هو مش الكينج؟ قال لها هي از نوت ذا كينج. قالت له هي از ذا كينج، هو قال لها هي از نوت ذا كينج، هي تقول هو الملك، هي از ذا كينج، ات از هيز فيس، هو وش اهو رودلف، وات از هات وات از هابينج، قول لي يا رودلف تيل مي وات از هابينج. راح بص كده انتو رايز في عينيها وقال لها فورجيف مي مدام، سامحيني يا مدام، سامحيني انا ام نوت ذا كينج، يخرب بيتك انا مش الملك، انا مش الملك. شو سربرايزد، تضرب اخماس في اسداس. المعلم سبت ملك الكروته، كروتها في دقيقتين. قال لها بقول لك يا برنسس، احنا لازم نروح قلعه زده دلوقتي، وي هاف ا لوت اوف ماتر تو ديسكاس، عندنا حاجات كتير لازم نتناقش فيها، والسربرايز عايز تفهم. وراحوا على الكاسل اوف زنا على الاقل يوريك كينج الحقيقه عشان تصدق. مظبوط. ساعتها راسندل وسبت راسندل وفريد قعدوا في الفورست لقط مدينه ظلمت، ما يقدرش يروح والدنيا بالنهار لسه، الناس يقولوا في تو كينجز. اي طبعا الاثنين ما ينفعش يضربوا. ايوه، لما بقى في داركنس راحوا الى الكاسل اوف زندا، حطوا راسندل في نفس الروم اللي كان موجود فيها الكينج. الكينج اتنقل من الاولد كاسل الى المانشن. واللي كان بيجيب اخبار برضه يوهان لراسندل ان خلاص الكينجز هيلث بدات تتحسن، جيتنج بيتر اند بيتر، وحاليا معاه طبيب وكلام دوت، وخلاص الناس صدقت القصه بتاعت الانجليش مان ده وكله تمام تمام. وفجاه فريدز جه قال له الكينج عايزك. راح للكينج، الكينج في المانشن بقى. قال له ماي فريند ماي كازن يو ار انجر تو وي ار اولويز ذا سيم يو اند اي، ابن عمي صديقي احنا دايما زي بعض، انت متعور ده انت دايما زي بعض. Do you think that he was right to think that they are always the same؟ ان هما نفس الشيء. Both of them have the same first name Rudolph. Both of them had the same red hair. تمام. Both of them was injured. مصابين. Both of them preferred easy life. يبقى زي بعض. تمام. وقال له انا I must thank you، لازم اشكرك. طبعا رسالة اداله التحية على فكرة، لازم اشكرك على اللي انت عملته ده، انا I'd like you to come with me، عايزك تيجي معايا to stress to tell the people about the brief thing that you have done for me. انت راجل نايف قوي، ده راجل عبيط بجد والله، يعني عايز تاخده عشان يقول للناس على الحاجات الشجاعة اللي انت عملتها من اجله. طب ما الناس كلها عارفة دلوقتي انت في نظرهم شجاع بريف كينج. قال له but sept says it is not possible، بس سبت بيقول لي لا ده مش ممكن. ده بيبين عن الكاركتر بتاع كينج ان هو نايف. ديبندنت اون سبت تو تيك ديسيجن، بيعتمد على سبت، مش قادر ياخد ديسيجن في قرارات حاسمه، ما زال نايف. لكن قال له بشكرك طبعا، اتعلمتني وات ذا كينج شود بي، ده الليسون اللي اتعلمته، الدرس الملك المفروض يبقى هاو تو ران ذا كانتري، هاو تو بي ا كلوز كينج نوت تو بي ا ديستنت كينج ذا بيبول اونلي هير اباوت، يبقى قريب من الناس، يبقى كينج قريب من الناس، الناس مش كينج الناس بتاع عنه في الكتب. هاو تو بي سي مور، يتشاف كتير، هاو تو ران ذا كانتري زي يدير البلد، ده الدرس اللي علمه له. لكن راسندل قال له طبعا سبت از رايت، سبت على حق، سبت على حق، سبت wanted to prove to the people، عايز يثبت للناس ان الكينج تشينجد، ان هو بريف، ان هو بقى كلوز كينج نوت تو بي ديستنت كينج، فسبت واز رايت. ساعتها قال له والله راسندل عنده من جواه رغبه عارمه يرجع الى ستريتسو اجين. كل ما يفتكر ان روبرت انزاو هربان was the only one who had beaten راسندل and escaped، راسندل الهارت بيت دقات قلبه بتبقى لاودر اند لاودر، سريع القفص الصدري بتاعه بيغلي. يعني النبضات صدره نبضات اكتر. الراجل وانتد طبعا كل ما يفتكر روبرت انزاو ان هو قال له علم عليه وانتد تو تيك ريفنج، عايز ياخد انتقام منه. ده قال لي ليه تعتقد ان هو عنده ديزاير تو ريتيرن، يرجع الى ستريتسو اجين. المهم الكينج قال له عموما الناس هتشوفني ان انا انجرد متعور، فده طبعا طبيعي ان انا كنت، يعني معناه ان هو كان بيدافع عن صديقه الانجليزي والكلام ده، فالناس مش هتاخد بالها يعني وكلام من ده. وقال له على فكره
البرنسس فلافيا wanted to meet you. كده عادي تابلك. يعني عندوش نخوة ولا كلام ده. فلافيا عايزة تشوفك وبتاع الكلام ده. قال له does she know everything؟ هي عرفت كل حاجة؟ قال له yes، عرف كل حاجة. وصل برنس فلافيا تمام، كان دمها لذيذ عسولة كده، بتقول له it seems you have tricked us، خدعتنا يا خلص، خدعتنا خدعتنا يا مجرم يا سافل. بس تقول الكلام ده unkindly، مش بخشونة، عسولة كده، مش يا مجرم يا سافل اللي بتاع الكلام ده. تمام، خدعتنا يا مجرم، خدعتنا يا قاسي. فقال لها انا I'd like to apologize، عايز اعتذر، عايز اعتذر to you for this. قالت له نو، you don't need to apologize، انت مش محتاج تعتذر، مش محتاج تعتذر اصلا، ده انا I must thank you، ده لازم اشكرك for what you have done، اللي انت عملت، اللي عملته في موريتانيا. قال لها كمان انا كمان I have learned، تعلمت everything، كل شيء عن الديوتيز and the responsibilities، تعلمت كل شيء عن الديوتيز والresponsibilities. It is a lesson I will never forget، ده درس عمري ما هنساه. ده اللي قال لي ايه الدرس تعلمه راسندل يا جماعه، المورا تعلمها راسندل. المهم كينج كان خلاص ويك ضعيف وبتاع وكلام من ده، وقال لهم والدكتور اللي موجود معاه قال لهم يا جماعه سيبوا الراجل. الراجل طبعا خرج راسندل، وطبعا ساب تو فريدز، هو خلاص انا اي ويل ليف، هترك البيبل هو الشيب اللي هيشكله ذا فيتشر اوف روتينيا، خلاص هرجع الموطن عادي رودر فراسندل، وسابته فريد انحلوا له وودعوه ورجع انجلترا. تمام، رجع انجلترا، وطبعا بتاع ده روز و واخوه بتاع ده روبرت قابلوه وقالوا ان ايفري وان هاد بين لوكينج فور هيم، كل واحد كان بيدور عليه. كتبت الكتاب يا حبيبي؟ قال لهم لا اي هادنت ريتن ات ذس disappointed، احبط مين؟ روز. قالت طب يا حبيبي الوظيفه بتاعتك مستنياك، ده خلاص الامباسادور بتاع ده سير جاكوب بروديل عرف which country he will be sent to. قال لها which country؟ قالت له روريتانيا. قال لها اقسم بالله ما لاعب روريتانيا. قالت له ده خلاص بقى انجلش امباسادور في ستريلسو. قال لها لا I don't think it would be a good idea، فكره مش حلوه. قالت له واي؟ قال لها لوك ات ذس، وراها المجازين، وراها الصوره المجازين قطعها من الجران اللي كان فيها الكينج نفسه وفيها سابت وفيها فريدز ومايكل. تمام، فقالت له يس يو لوك فيري لايك ذا كينج اوف روتانيا، ده شبه ملك روتانيا بالظبط، بس ذات از نوت اكسكيوز، ده مش عذر، انت هتبقى ممكن تبقى امباسادور وان داي، انت يو نيفر بيكام سو ماني امبورتنت، عمرك ما هتبقى بني ادم مهم في حياتك. بقول الست دي تقريبا مجنونه ولا ايه؟ هي ما تعرفش ان انا كنت في يوم من الايام ذا كينج اوف روريتانيا، مالك روريتانيا. فالراجل افتكر طبعا، بقول افتكر مقوله روز ان بوزيشن ان سوسايتي هاز ريسبونسبيلتيز، بقول ايفن وذاوت اني بوزيشن بيبول شود دو ا ديوتي توردز ايتش اذر، وشود هيلب ايتش اذر تو ميك ايتش اذر هابي. خلصت الشابتر. تمام تمام اتفضل يا مستر نميل، مع نهايه شابتر 8 نرجو ان يكونوا استمتعتوا معانا زي ما احنا استمتعنا بيه، ونشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله.